بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعونا من الميدان من تلفزيون مستقبل. وفي العناوين: الحريري يلتقي باسيل في بيت الوسط ويأمل في أن تتشكل الحكومة اليوم. بعد أعمال الحفر على الحدود، العدو يصب الإسمنت في مكان الأنفاق مقابل بوابة فاطمة. فرنسا: قرار ترامب خطير للغاية، وقوات سوريا الديمقراطية تطالب بحظر جوي في الشمال. وفي النشرة تتابعونا في الاقتصاد: أوروبا ستمنع البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة. وفي الرياضة: ليونيل ميسي يخسر في سوق انتقالات الدوري الإسباني لكرة القدم. أهلا بكم. أما وقد وصلت مشاورات التشكيل إلى خواتيمها السعيدة وانفرطت سبحة العراقيل، عادت الأمور في موضوع التأليف إلى نصابها الدستوري مع تسليم مختلف الأطراف بما قسم لها من حصة وزارية وفق خارطة التشكيلة الائتلافية التي وضعها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالتشاور مع رئيس الجمهورية ميشيل عون. الحريري كان أمل من جهته في أن تتشكل الحكومة اليوم، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة ستحاول خفض الدعم الذي تدفعه للطاقة بنحو 600 مليون دولار في العام 2019. وكشف الحريري إلى أن جولة ثانية من عطاءات التنقيب البحري عن الطاقة من المفترض أن تبدأ في شباط أو آذار. الرئيس الحريري تابع مستجدات التشكيل وهو يلتقي في هذه الأثناء وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل. ولمزيد من التفاصيل ننتقل مباشرة إلى مراسلنا في بيت الوسط ربيع شنطف. ربيع، ما هي آخر المعلومات المتوافرة حول تشكيل الحكومة؟ يعني هنادي، لم يهدأ بيت الوسط خلال الساعات الماضية، هنالك اتصالات، هنالك مشاورات، هنالك لقاءات بعيدة من الإعلام وبعضها معلن. يعني كل المؤشرات تشير إلى أن هنالك قرب لأن تبصر الحكومة النور، ولكن السؤال هل ستبصر النور اليوم أم غدا أم خلال 48 ساعة؟ هذا حتى اللحظة ليس هنالك من جواب بحسب مصادر يعني بيت الوسط والتي تواصلنا معها. هذه المصادر قالت أن هنالك رتوش إذا صح التعبير يجري في هذه الأثناء حول من سيتولى وزارة الإعلام. يعني هذا السؤال، من سيتولى وزارة الإعلام؟ بعد الإجابة عنه يمكن القول بأن الرئيس الحريري سوف يتوجه إلى قصر بعبدة للقاء الرئيس ميشيل عون، وبالتالي لإعلان الحكومة، وكما تجري العادة الاتصال مع الرئيس بري لكي يبلغ هذا الأمر. ولكن بالنسبة للمصادر أيضا فإنها أشارت أيضا لتلفزيون المستقبل إلى أن الأمور تجري، هنالك مسألة وليست عقدة، هنالك مسألة مستجدة بحسب ما عبرت. أيضا كما ذكرتم هنالك لقاء مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، هذا من ضمن اللقاءات التي جرت وتجري وتمهيدا للانتقال إلى الحكومة. يعني ربيع، هذه المسألة الجديدة هي تتعلق بوزارة الإعلام ومن سيتولى هذا المنصب؟ نعم، هذه هي المسألة وليست عقدة بحسب الوصف. يعني فينا نقول مسألة تصغير عقدة مستجدة. من سيتولى وزارة، فينا نقول اسم عقيدة، يعني تصغير للعقدة. نعم، يعني هم يرفضون تسميتها بالعقدة لأنها العقد كانت كبيرة، وقد يعني شهدنا عقد دامت أشهر ودامت أسابيع عدة. هم يقولون بأن هنالك مسألة يمكن حلها من خلال الاتصالات التي تجري مع طبعا الأطراف الرئيسة المؤثرة والتي سوف تتكون منها الحكومة. طبعا هنالك يعني لقاءات
حوارات أخرى حول مواضيع أخرى، ولكن الأمور باتت في خواتيمها. نعم. يمكننا القول يعني هم في بيت الوسط بحسب المصادر يفضلون التعبير أن في 48 ساعة المقبلة سوف نشهد حكومة، لم يحددوا لنا كان اليوم أم غدا أم الأحد، ولكن قبل نهاية الأسبوع. هذا هو التعبير الذي يعني استشفيناه من خلال تواصلنا مع مصادر بيت الوسط. يعني الأمور متجهة نحو الإيجابية، أيضا هنالك تركيز من الرئيس سعد الحريري ليس فقط على تشكيل هذه الحكومة وإعلانها في الساعات المقبلة أو ربما الأيام المقبلة، ولكن هنالك تركيز على مسألة الاقتصاد والاقتصاد والاقتصاد. يعني هو يؤكد على ضرورة أن يعني الجميع يتحمل مسؤولية. على كل ربيع يعني علمنا ماذا يجري في بيت الوسط. لننتقل إلى بعبدة، شكرا لك ربيع شنطف من بيت الوسط. إذن في بعبدة أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون أن تشكيل الحكومة سيكون أسرع من المتوقع، مشيرا أمام زواره إلى أن عملية التشكيل تتطلب بعض الوقت لأن النظام اللبناني التوافقي ويوصي بإشراك الجميع فيها. تفاصيل إضافية مع مراسلتنا شهير إدريس. شهير، ما هي آخر المعطيات المتعلقة بتشكيل الحكومة في بعبدة؟ فعلا هنادي، منذ يعني صباح هذا اليوم نحن بانتظار أن يكون هناك موعد لنواب سنة الثامن من آذار، إن كان بطلب رئيس الجمهورية أم إذا كانوا هم طلبوا موعد، لكن حتى هذه الساعة لم يحصل هذا الموعد. وبحسب معلومات لتلفزيون مستقبل أن هذا الأمر متوقف على لقاء نواب سنة الثامن من آذار بالمرشح من الأسماء الأربعة الذين رشحوهم ليكون الوزير يعني من حصتهم هو جواد عدرا. هناك بعض المعلومات تقول أنه سيكون يعني باتجاه أن يلتقيهم بعد قليل، لكن بحسب معلومات من قبلهم أكدت لنا أنهم لم يلتقوه حتى هذه الساعة بعد. لكن بحسب يعني ما ذكر الزميل ربيع شنطف من بيت الوسط أن هناك ليست عقدة، هي بحسب المعلومات بعض التعديلات على بعض الحقائب، وهي حقائب الصناعة، الزراعة، البيئة والإعلام، مما يستوجب بعض الاتصالات بين بعض الأفرقاء من أجل حلحلة هذه المسألة التي هي ليست مسألة عقدة. نعم. لكن يعني بحسب ما علمنا أن الرئيس عون هو يعني متفائل بأن يكون هناك حكومة في وقت قريب جدا، خصوصا أنه قال أمام زواره اليوم وخصوصا أمام الوفد الفرنسي البرلماني أن الحكومة ستشكل في أقرب من المتوقع، لكن بحسب النظام اللبناني التأخير يعني يحصل نظرا إلى أن هناك يعني العديد من الأمور تحصل بين الأفرقاء السياسيين، لذلك تستوجب بعض هذا الوقت. هذا اليوم قد لا يحصل أي شيء في بعبدة، قد لا يلتقي نواب سنة الثامن من آذار أو يحضر الرئيس الحريري، نظرا إلى أنه عند الساعة 5:30 سيشارك الرئيس عون في ريسيتال الميلادي ولن يكون في قصر بعبدة. لكن طبعا بطبيعة الحال هناك يعني ساعات ليلية قد يحصل فيها أيضا مشاورات واتصالات أخرى، لكن يبدو أنها ستنتقل هذا التفاؤل إلى يوم غد من أجل حصول كل هذه الأمور. وطبعا يعني طالب كذلك الرئيس عون من الوفد البريطاني الذي يعني التقاه اليوم أيضا أن تحل مسألة النازحين السوريين، وأن يكون هناك طبعا اتصالات من أجل حلحلة هذه المسألة مع المجتمع الدولي الذي يقوم بإرهاب يعني النازحين بعدم عودتهم إلى بلادهم وإلى المناطق الآمنة. إذا نحن بانتظار ما إذا كان هناك أي مستجدات على صعيد الوضع الحكومي، لكن نسبة التفاؤل عالية بأن الحكومة أصبحت على قاب قوسين أو أدنى من التشكيل. شكرا لك شهير، وطبعا نحن سنبقى على أهبة الاستعداد لنقل بشائر ولادة الحكومة للجميع. شكرا لك شهير من بعبدة. من جهته أشار النائب فيصل كرامي في تصريح بعد اجتماع للنواب سنة الثامن من آذار، أشار إلى أن الحكومة يمكن أن تولد سريعا إذا صفت نوايا المعنيين بتشكيلها، وأشار إلى أنهم قدموا للرئيس عون 4 أسماء بينهم جواد عدرا، وفي حال وافق الرئيس سيصبح هو وزير اللقاء. بإيجاز واقتضاب أطمئن اللبنانيين حول 3 أمور.
أولا إن اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين وخلافا لكل ما أشيع في اليومين الماضيين هو موحد بأعضائه الستة وموقفه موحد. ثانيا أطمئنكم أيضا أن اللقاء ملتزم بالمبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس ويتابعها اللواء عباس إبراهيم، والتي تتضمن أن يتمثل اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين في حكومة الوحدة الوطنية بوزير حصرا من حصته. وكان الرئيس سعد الحريري قد شدد على ضرورة العمل بشكل غير عادي في الحكومة الجديدة. أضاف خلال رعايته حفل افتتاح فندق هيلتون إن التحديات كثيرة جدا وكذلك الصعوبات، لكن هذا لا يعني أنه لا حلول، لافتا إلى أهمية وضرورة اتخاذ قرارات تكون في مصلحة كل البلد واللبنانيين مع التأكيد على وقف الفساد والهدر الحاصلين. رعى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري حفل افتتاح فندق هيلتون في وسط بيروت لصاحبه رجل الأعمال نظمي أوجي، في حضور نائب رئيس مجلس النواب إلي الفرزلي والوزراء يعقوب السراف أواديس كيدانيون وميشيل فرعون وشخصيات. وبالمناسبة تطرق الرئيس الحريري إلى موضوع تشكيل الحكومة مشيرا إلى أن هناك تحديات كثيرة وكذلك صعوبات، لكن هذا لا يعني أنه ليست لدينا حلول. يجب علينا أن نشتغل بشكل غير طبيعي بالحكومة الجديدة، يجب علينا أن نأخذ قرارات تكون لمصلحة البلد ومصلحة كل اللبنانيين، يجب علينا أن نوقف الفساد والهدر اللي عم يصير، ويجب علينا أنه نحن كدولة نعرف أنه الاستثمار أو نجيب ونعطي للي حابب يستثمر بهذا البلد نعطيه فرصة فعلا يستثمر، مش يقعد 16 سنة لحتى يبني أوتيل. مش طبيعي انه نبقى 16 سنة بين رخص وابتزاز لحتى تقدر تفتح هذا الفندق. علينا قرارات كتير كبيرة بدنا ناخذها ان شاء الله بعد ما تشكل الحكومة. هو صحيح انه انا مكلف وبنفس الوقت مصرف أعمال، بس إيماني بهالبلد، إيماني بالناس ومحبة الناس، والناس فعلاً بدها هذا البلد يقوم. وختم الحريري بالقول إن إيمانه يكبر عندما يرى أناس يؤمنون بهذا البلد. حفل الافتتاح شهد العديد من الكلمات التي أكدت على ثقة المستثمرين بلبنان لإعادة إنعاش اقتصاده ونهوضه من جديد. لولا إيماني بضرورة الاستمرار في مساهمتي في مسيرتي إعادة الثقة بلبنان وبمستقبله وبقدراته في النهوض، لكان أسهل علي أن أبيع مؤسساتي ومشاريعي وممتلكاتي وأغادر دون أن ألتفت إلى الوراء، كما فعل ويفعل كثيرون عند كل هزة سياسية واقتصادية. إن افتتاح هذا المعلم السياحي اليوم ورغم الظروف التي واكبت مراحل تنفيذه يؤكد مرة أخرى على ثقة المستثمرين بالمناخ الاستثماري في لبنان وإيمانهم بمستقبله ودوره في المنطقة وكبلد سياحي بامتياز. وخليني أقول لك مستر ناصمي، أنا أحد يلي بيشهدوا بأنه هذا الصرح أخذ 16 سنة تيفتتح. وفي ختام الحفل وبعد التقاط صورة تذكارية دون الرئيس الحريري كلمة في السجل الذهبي. بعد أعلانه عن بدء عملية تفجير الأنفاق الحدودية، جيش العدو الإسرائيلي يبدأ بأعمال صب الإسمنت في الأماكن التي حفرها. بعد عملية حفر دامت أكثر من أسبوعين بحثا عن أنفاق اتهم حزب الله بإنشائها، قامت قوات العدو الإسرائيلي بأعمال صب الإسمنت في المكان المحفور في الجهة المقابلة للطريق الداخلية التي تربط بوابة فاطمة بسهل الخيام قرب الجدار العازل، وذلك من خلال شاحنات محملة عملت على تفريغ كميات كبيرة من الباطون.
كما سحب العدو حفارة الأبار من الجهة المقابلة للمحلة المذكورة، ولم يعد يسجل أي أعمال حفر في هذه الجهة. كذلك توقفت الأعمال في ميس الجبل وبليدة والوزاني. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد فجرت نفقا كانت اكتشفته على الحدود مع لبنان. سبقها تسجيلات صوتية أرسلت إلى المواطنين اللبنانيين في المنطقة الحدودية تحذرهم فيها من خطورة البقاء على مقربة من الأماكن المحاذية لمداخل الأنفاق. تزامنا عزز الجيش اللبناني انتشاره الميداني في المنطقة الحدودية ليلا وبادر إلى قطع الطريق بين مروحين وراميه وسط تحليق مكثف للمقاتلات الإسرائيلية في أجواء المنطقة. قدم قائد الجيش العماد جوزيف عون التعازي بالمجند الشهيد رؤوف يزبك في منزل جده المختار حويشان يزبك في بلدة نحلة في البقاع الشمالي. وكان يزبك استشهد إثر تعرض دورية عسكرية لإطلاق نار في حي الشراونة. المديرية العامة للجمارك تطلق آلية جديدة ومبسطة لتخليص الأمتعة الشخصية الواردة عبر الشحن، وذلك في إطار استكمال تنفيذ خطتها في مكافحة الفساد. أنا جاي من عكار، يعني كنت 3 ساعات على الطريق توصلت، وهون صار لي 3 ساعات من الصبح من هون بدي استلمهم وأسعى روحي من هاي المكتب لهي المكتب لهي الطابق لتحت لفوق. أنا بقصر لك إياها من هالك مالك لا بدر ورايح. رحلة مشقات يعيشها القادمون إلى مطار رفيق الحرير الدولي لإجراء المعاملات والإجراءات الجمركية بهدف استلام أمتعتهم الشخصية الواردة عبر الشحن. بين الطوابق والمكاتب يتنقل المواطن ويمر ب36 محطة لإنجاز هذه العملية بنفسه، والتي تدفعه في كثير من الأحيان إلى دفع الرشاوى والإكراميات. 50 دولار، 100 ألف، 200 ألف، حسب ما بين احتيلي وبين طوابق تمشي فيها. رئيس مصلحة، كل هذا أصبح من الماضي. ففي إطار استكمال تنفيذ خطتها في مكافحة الفساد وهدر المال العام وتسهيل معاملات المواطنين، أطلقت المديرية العامة للجمارك آلية جديدة ومبسطة لتخليص الأمتعة الشخصية الواردة عبر الشحن، وذلك خلال مؤتمر صحفي رعاه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل. المدير العام للجمارك بدري ظاهر أعلن إلغاء 34 مرحلة جمركية واختصارها بمرحلتين. الأهم من كل ذلك تحديد أسباب الفساد لمعالجة هذا المرض الفتاك ووقف انتشاره والقضاء عليه قبل أن يقضي على الوطن والمواطن. يسرنا أن نعلن أننا ركزنا اليوم جهودنا على هذه الآفة التي طمرت المعاملات بالروتين وخففت من إنتاجية الإدارة، وقد حققنا نجاحا في وقت قياسي لم يتجاوز العامين وبالرغم من الظروف الصعبة. هي إجراءات تريح المواطن بالدرجة الأولى، فتشجع المغتربين على العودة والأجانب على القدوم إلى لبنان، وتبقى مكافحة الفساد الأولوية بالنسبة للمديرية العامة للجمارك. بالتالي يتوقع أن تحقق هذه الإجراءات الجديدة وفرا لخزينة الدولة. بعد تناقل بعض وسائل الإعلام أخبارا حول القرار الذي صدر بحق المقدم سوزان الحاج، أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أن القرارات المسلكية والتأديبية التي تتخذها هي شأن داخلي بحت ولا تتأثر مطلقا بأي خلفيات سياسية أو غيرها. كما أشار البيان إلى أن المقدم الحاج لا تزال في عداد قوى الأمن ويحق لها الاعتراض على قرار المجلس التأديبي. وختمت المديرية البيان بالطلب من وسائل الإعلام عدم التعليق على شؤون المؤسسة الداخلية بطريقة تمس بمعنويات ضباطها وعناصرها، والابتعاد عن التحليلات التي لا طائل منها. أول مقهى في لبنان طاقمه الكامل من ذوي الاحتياجات الخاصة، فكرة من شأنها كسر أي حاجز يمنع هؤلاء من الاندماج في المجتمع. تقرير ماريا الفحل. بيجي على هذا الكوفي شوب لحس بالسلام. بارتيادك هذا المقهى ستكسر حتما الروتين وتتفاعل مع طاقم فريد من نوعه، سيأخذ منك الأوردر ويقدم لك فنجان القهوة بابتسامة وهمة عالية. حوش شغل فرح زبون حوش بدو ونحن من وديرون من زرويس على طاولات.
عبر توظيف كادر مؤلف بشكل كامل من ذوي الاحتياجات الخاصة، استطاع صاحب الفكرة تأهيل الفئة المستهدفة من خلال اكتشاف طاقاتهم وتوظيفها بشكل مناسب وتمكينهم اقتصاديا. أنا أساسا فيزيوثيرابيوت، من هون كنت بطبيعة شغلي بتعامل مع أشخاص مثلهم، مشتغل معهم من عالجهم. كنت لاحظ أنه في كتير ناس عندهم قدرات جسدية عم يقدروا يوصلوا لها، ما كان عم ينعطاهم فرص عمل حقيقية ليقدروا يبرهنوا عن قدراتهم الجسدية، قدراتهم حتى الفكرية اللي فيهم يقوموا فيها بالمجتمع. من هون خطرت عبالي الفكرة أنه نشتغل هذا المشروع. هي خطوة رائدة تعتبر امتداداً للرسالة الثقافية لذوي الاحتياجات الخاصة، تمنحهم الفرصة لخوض معترك الحياة بشكل مستقل. نجاح تجربة هذه المبادرة كسر الصورة النمطية لشريحة اندمجت في المجتمع بمهارات وكفاءات استثنائية. ماريا الفحل، تلفزيون مستقبل. وتتابعون بعد الفاصل. السودان إعلان الطوارئ وارتفاع أعداد الضحايا. أهلا بكم من جديد. وسط انزعاج أوروبي من قرار انسحاب الولايات المتحدة من سوريا، طالبت قوات سوريا الديمقراطية فرنسا بتأمين حظر جوي في الشمال السوري، مهددة بالانسحاب من دير الزور الذي يعد معقل المواجهة مع داعش في حال شنت تركيا عملية عسكرية في وقت دعت لحوار سوري سوري. لا يزال وقع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب جنود بلاده من سوريا صادما على الأوروبيين، فعلى الرغم من محاولة هضم القرار الأمريكي، يبقى الأوروبيون في حيرة من أمرهم حول كيفية التعامل مع المرحلة القادمة. وزارة الدفاع الألمانية أوضحت أن التفويض الألماني في قتال داعش لا يتأثر بشكل مباشر بقرار ترامب الذي وصفته وزيرة الدفاع الفرنسية بالفادح للغاية، مشيرة إلى أن مهمة قتال داعش لم تنتهي بعد. كما حيت الوزيرة الفرنسية نظيرها الأمريكي جيمس ماتيس، وصفته بالجندي العظيم والشريك في كل الظروف بعدما قدم استقالته بشكل مفاجئ، وقوله إنه لم يعد يتفق مع ترامب في كيفية التعاطي مع القضايا الإقليمية. ويتزامن الموقف الفرنسي مع استضافة باريس وفدا من قوات سوريا الديمقراطية التي أملت من فرنسا تأمين حظر جوي في الشمال السوري، محذرة من أن أي هجوم تركي سيؤدي إلى انسحاب قواتها من دير الزور المعقل الأساس لمواجهة داعش، ودعت إلى حوار سوري سوري لحل القضايا العالقة. وبينما رحبت أنقرة على لسان وزير خارجيتها مولود تشاوشوغلو بالقرار الأمريكي، طلبت من واشنطن تنسيق هذا الانسحاب في الوقت الذي تستمر التعزيزات التركية العسكرية بالتدفق عند الحدود مع سوريا. ولن يقتصر الانسحاب الأمريكي على الشمال السوري فحسب، بل سيمتد لكل سوريا ولا سيما في الجنوب، بحسب ما أفاد فصيل جيش مغاوير الثورة التابع للمعارضة السورية الذي تبلغ قرب انسحاب الجنود الأمريكيين من منطقة التنف بالقرب من الحدود الأردنية العراقية. بدوره أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيتم القضاء على حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم داعش خلال الأشهر القادمة، مضيفا أن بلاده لن تسمح أن تكون سوريا منطلقا لأي هجمات إرهابية ضدها. وأشار أردوغان إلى أنه أكد لنظيره الأمريكي دونالد ترامب أن بإمكان تركيا القضاء على داعش، مضيفا أنه سيعمل مع إيران وروسيا من أجل ضمان الأمن في سوريا، وكاشفا أن الفترة القادمة ستشهد عودة الكثير من السوريين إلى بلادهم. أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المصالح الدولية المتناقضة أحيانا والمتصالحة أحيانا أخرى في لعبة الأمم تضحي مجددا بالأكراد، وهم الذين في سوريا والعراق قدموا تضحيات هائلة في محاربتهم لداعش. أضاف جنبلاط أن الغريب أن وجود داعش لم ينتهي، وقد رأيناهم يتنقلون من هنا وهناك في الباصات المفيمة بحماية النظام السوري. وفي شأن متصل بقرارات ترامب، قللت كابول من شأن تأثير سحب جنود أمريكيين من أفغانستان. وقال المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية إن سحب بضعة آلاف من الجنود الأجانب لا يكون له تأثير على أمن البلاد التي يمارس الجيش الأفغاني سيطرته فعليا عليها منذ 4 سنوات ونصف.
الموقف الأفغاني أتردا على قرار الرئيس الأمريكي بسحب 7000 من أصل 14000 جندي أمريكي في أفغانستان. في السودان أعلنوا حالة طوارئ في 4 ولايات مع ارتفاع حصيلة الضحايا، والحكومة تتهم جماعات سياسية باستغلال التظاهرات لأجندات بعيدة عن المطالب الاقتصادية، وتعلق الدراسة حتى إشعار آخر. مع اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية في السودان وسقوط قتلى وجرحى، اتهمت الحكومة من وصفتهم بالمندسين الذين أبعدوا التظاهرات السلمية للاحتجاج على ارتفاع الأسعار عن مسارها وحولوها إلى نشاط تخريبي استهدف المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة بالحرق والتدمير وحرق بعض مقار الشرطة. ودون أن يذكر جهة بالاسم، أوضح المتحدث باسم الحكومة بشارة جمعة أن جهات سياسية استغلت الاحتجاجات التي سقط فيها 8 قتلى على الأقل خلال اليومين الماضيين تحقيقا لأجندتهم السياسية، وهو الأمر الذي وضح جليا في بياناتهم المنشورة. وتابع الناطق الحكومي قائلا: إن الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن خلال اليومين الماضيين تعاملت معها قوات الشرطة والأمن بصورة حضارية من دون كبحها أو اعتراضها. الاحتجاجات كانت امتدت إلى مدن عدة لا سيما الخرطوم، والعامل المشترك فيها كان إحراق مراكز حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وقد تدخلت الشرطة لتفريق المتظاهرين مطلقة قنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة. وردد المحتجون في المظاهرات التي شهدتها مدن السودان هتافات دعت إلى تغيير النظام والحرية والعدالة والثورة. ودخل سياسيون على خط تأييد المتظاهرين بينهم القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي والوزير السابق في حكومة الوفاق الوطني إبراهيم المغني الذي امتدح تدخل الجيش في مدينة القضارف لصالح المتظاهرين. كما سجل أيضا توقف مواقع التواصل الاجتماعي عن العمل، ورأى البعض أن السبب قد يكون وفق إجراء احترازي من الحكومة السودانية. يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار لإرسال مراقبين إلى اليمن بناء على اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة. وقد خضعت مسودة مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا لمفاوضات صعبة تخللها تهديد روسي باستخدام حق النقد في حال تطرق القرار إلى أي إشارة لدعم إيران لهجمات الحوثيين. ميدانيا استمرت ميليشيات الحوثي الإيرانية بخرق وقف إطلاق النار في الحديدة، وهاجمت تجمعات لقوات المقاومة المشتركة ما أدى إلى وقوع إصابات بين أفراد المقاومة. وأفادت مصادر ميدانية أن ميليشيات الحوثي هاجمت قوات المقاومة المشتركة في محيط مدينة الدريهمي ومنطقة الشجن من مناطق تمركزها شمال شرق مركز المديرية مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة. نقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية عن مصدر مطلع أن سفير إيران في ألبانيا غلام حسين محمد نيا الذي أبعد مع دبلوماسي آخر من السفارة خطط لارتكاب اعتداء إرهابي ضد عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة المقيمين في ألبانيا. وقال المصدر إن هذا المخطط الذي دبره فيلق القدس التابع للحرس الثوري تم إحباطه في أذار الماضي. من جانبها وصفت طهران طرد ألبانيا دبلوماسيين إيرانيين بأنه عمل طائش يستند إلى معلومات استخباراتية ملفقة. وحذرت تيران من الوقوع بما وصفته ضحية مشؤومة، ووجهت أصابع الاتهام إلى واشنطن وإسرائيل. إلى عمان، حيث للأسبوع الرابع على التوالي تظاهر مئات الأردنيين وسط العاصمة احتجاجا على قانون ضريبة الدخل المعدل والأوضاع الاقتصادية الصعبة، مطالبين بتغيير النهج الاقتصادي والسياسي في المملكة. وأغلقت الأجهزة الأمنية منطقة الدوار الرابع حيث مقر رئيس الوزراء، كما منعت المتظاهرين من الاقتراب. اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسبانية ومحتجين في برشلونة خلال تظاهرة رافضة لاجتماع الحكومة الإسبانية الذي يعقد في إقليم كاتالونيا. وطالب آلاف المتظاهرين باستقلال الإقليم والدعوة إلى استفتاء لمعرفة مصيره وانفصاله عن إسبانيا، رافضين عقد اجتماع مجلس الوزراء الإسباني في برشلونة بدلا من العاصمة مدريد. وفي خبر عاجل قبل قليل، أفادت وسائل إعلام نمساوية بسقوط جريحين في إطلاق نار داخل مطعم وسط العاصمة فيينا. تتابعون بعد الفاصل.
إجلاء نازحين من مخيمين في عكار بسبب السيول. أهلا بكم من جديد. أقيم في السراي الحكومي ريسيتال ميلادي أحياه عدد من أبناء شهداء الجيش وقوى الأمن الداخلي بدعوة من مؤسسة المقدم الشهيد صبح العقوري برعاية الرئيس المكلف سعد الحريري وحضوره، كما حضره العميد الركن مارسيل كيروز ممثلا وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزيف عون وممثل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان العميد ميلاد الخوري قائد سرية صور في قوى الأمن الداخلي العقيد عبد الخليل، إضافة إلى عدد من ضباط ورتباء قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان وحشد من عائلات وأهالي وأبناء شهداء الجيش وقوى الأمن. قدم الحفل الإعلامي محمد قيس في حين جرى توزيع الهدايا والألعاب على أبناء الشهداء، ثم أقيم حفل كوكتيل للمناسبة. شدد وزير التربية والتعليم العالي مروان حميدي على ضرورة التزام المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة كافة ومن دون استثناء بالتعطيل في الأعياد الرسمية والدينية الوطنية كافة، وحذر المخالفين لأحكام المراسيم التي تحدد الأعياد الوطنية والدينية من اتخاذ تدابير وعقوبات تصل إلى سحب توقيع المدير ووقف المعاملات الإدارية للمؤسسة في وزارة التربية. ولمناسبة الأعياد وبهدف تحريك الوضع الاقتصادي في صيدا، تنظم جمعية تجار المدينة وضواحيها مهرجانا فنيا في السوق التجاري. لمناسبة الأعياد المجيدة تنظم جمعية تجار صيدا وضواحيها مهرجان صيدا الفرح يومي السبت والأحد، وذلك في السوق التجاري للمدينة. ويتضمن المهرجان أنشطة ترفيهية وتراثية وموسيقية وتوزيع هدايا على الأطفال. الحقيقة صرنا بفترة بنشتغل على انه نعمل برنامج بالسوق التجاري وسميناه مهرجان الفرح، وهذا رح يتضمن نشاطات كتير كبيرة، لانه نحن بهمنا يكون في حضور ونقدر نجيب الناس على السوق التجاري. مثل ما بتعرف نحن عم نمر بضائقة اقتصادية كتير صعبة وكل الظروف منا مواتية للوضع الاقتصادي بالبلد. وكانت جمعية تجار صيدا وضواحيها قد قامت بتزيين الشارع الرئيسي في السوق التجاري ليتكامل مع زينة الأعياد التي رفعتها بلدية صيدا. أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان أن فرقها الفنية تتابع أعمال هدم التعديات في مبنى ومحطة صفي الدين على مشروع ري القاسمية في منطقة الخرايب، وسيتم استكمال إزالة التعديات على طول القناة. في عكار، ارتفاع منسوب نهري الكبير والأسطوان يلحق أضرارا كبيرة في الأراضي الزراعية وبخيم النازحين السوريين. تسببت الأمطار التي تساقطت بغزارة خلال الساعات الماضية في محافظة عكار برفع منسوب مياه الأنهار، خصوصا نهري الكبير والأسطوان التي فاضت عن مجراها واقتحمت الأراضي الزراعية وخربت المزروعات في عدد من القرى والبلدات العكارية. مختار قرية السماقية عبدالله درويش حمل الجهات الرسمية المعنية مسؤولية ما حصل، مشددا على ضرورة تنظيف مجاري الأنهر كافة. هذا الموضوع إسا ولا مرة الدولة قامت بساتر علمي لهيدي الحل. أقنية الري اللي هي بتستوعب بيها الأمطار كلياتها مسكرة، ما حدا عم يفتحها. حكينا كثير ونيدينا كثير لدرجة انه خلصت البطارية معنا، ما لنا قدرانين بقى نحكي بقى، يعني صار الواحد بيستحي يطلع على الاعلام. الحقيقة بيستحي يطلع على الاعلام. هلا انا عندي بنطاق السمائية عندي 2000 سوري، والسنة مشكورة جمعية معوض والامام وعملنا مشروع وتصفية امطار، هلا المي مسكرة. السيول داهمت ايضا مخيمات النازحين السوريين الذين اضطروا الى اللجوء الى مخيمات بعيدة عن مجاري الانهر. طلبنا ان الدفاع المدني بعث لنا الصليب الاحمر لبيات كتر خيره ودعمنا بس بالاحرامات بالليل. انا بنشد هيئه الامم المساعده لهالاطفال لهالنساء لهالخطائر اللي عندنا بوضع يعني استثنائي كثير سيء. وامل النازحون ان يتم تامين خيام بديله تاويهم من البرد القارس.
بعد الخبر الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن أن مستشفى الحياة سلمت جثة طفلة توفيت بعد ساعة من الولادة موضوعة في علبة كرتون لعدم قدرة الوالدين على دفع تكاليف استلام اللائق، أوضحت المستشفى أنه من المتعارف عليه عالميا وفي لبنان أن كل المستشفيات تسلم الأطفال المتوفين إلى أهلهم ملفوفين في قماش أبيض في حال إحضار تابوت، وفي حال عدم إحضاره يسلم المتوفي في علبة مغلقة بإحكام. وأعلنت المستشفى في بيان أنها بصدد تقديم شكوى جزائية عن جرم ترويج أخبار كاذبة بحق المتورطين في نشرها. في مخيم عين الحلو في صيدا أفيد عن سماع دوي انفجار بعيد منتصف الليل، وتبين أنه ناجم عن إلقاء مجهول قنبلة صوتية على سطح منزل في حي حطين داخل المخيم، واقتصرت أضرارها على الماديات، هذا ولم يفد عن وقوع إصابات. بعد أقدام مجهولين على سرقة مبلغ 7 ملايين ليرة لبنانية وجهازي يو بي اس وكاميرتي مراقبة من مطعم في صيدا، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف اللبناني ميمفا في صيدا والسوري ألف حا من بلدة تفاحتة، وتم ضبط السيارة التي استخدمها بالعملية إضافة إلى الأجهزة المسروقة، وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص. طالب مربو الأبقار ومنتجو الحليب المعنيين بوقف التهريب من سوريا وعدم استعمال الحليب المجفف في المعامل لأن ذلك أدى إلى انخفاض أسعاره لأقل من الكلفة. المحتجون اعتصموا وفي سهل بلدة علي النهري ورموا كميات كبيرة من منتجاتهم على الأرض، كما ناشدوا المعنيين الإسراع في حل أزمتهم وهددوا بتصعيد تحركاتهم ما لم تتم الاستجابة لمطلبهم بضبط الحدود. هناك مشكلة التهريب من سوريا على الحدود، وهناك مشكلة البضائع اللي عم تستورد من الحليب اللي عم يستورد، الحليب الـ UHE اللي عم يستورد بأقل كلفة من الإنتاج اللبناني. كيف بده البعض يعيش هذا المزارع؟ في حليب عم يستورد من برا بأقل كلفة، في أجبان وألبان عم تستورد بأقل كلفة، كيف بدهم يكملوا بهذا القطاع؟ هاي الناس كيف بدها تكمل بهذا القطاع؟ الناس جاعت، الناس تدمرت، وين رايحين؟ وتتابعونا في الاقتصاد بعد الفاصل. فرص الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال في لبنان. أهلا بكم من جديد وإلى النشرة الاقتصادية مع باسل الخطيب. أهلا بكم إلى أخبار الاقتصاد. إنديفر لبنان والجمعية الدولية للمدراء الماليين اللبنانيين لايف تكشفان عن الفرص التجارية في مؤتمرهما السنوي Global Business Summit الذي رعاه الرئيس الحريري. تقرير وتفاصيل. عقدت كل من إنديفر لبنان والجمعية الدولية للمدراء الماليين اللبنانيين لايف مؤتمرهما السنوي Global Business Summit للسنة الخامسة على التوالي في بيروت بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين اللبنانيين المقيمين والمغتربين وأعضاء من الجالية اللبنانية لتكوين العلاقات المهنية والاطلاع على مواضيع مختلفة. ويسعى المؤتمر إلى تحفيز التعاون بين رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم من خلال تسليط الضوء على فرص الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال في لبنان لخلق فرص للنمو. المؤتمر الذي رعاه الرئيس الحريري شدد فيه على أن أولويات حكومته ستكون ضمان توفير الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز النمو ومساعدتها على التقدم في عالم الابتكار والإبداع، وبالتالي خلق فرص العمل وتحقيق الازدهار الاقتصادي. حاكم مصرف لبنان رياض سلامي علق على الخطط الحكومية لتنمية الاقتصاد اللبناني مشيرا إلى أنه يتم تكثيف الجهود من أجل تعزيز القطاع الخاص وبشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة. وركز الجزء الأول من المؤتمر على دعم المنظمات المحلية والدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة في لبنان، ودار النقاش بين عدد من المنظمات الدولية التي حافظت على استثماراتها في لبنان. المديرة التنفيذية لإنديفر لبنان كريستينا شحادة قالت إن قصة النجاح والنمو والإبداع وريادة الأعمال تواجه بعض الصعوبات بسبب الوضع الاقتصادي في لبنان، وقالت في إنديفر: نؤمن بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي القوة الدافعة للاقتصاد ونتحمل جميعا المسؤولية لدعمها. أما عضو مجلس إدارة لايف عادل أفيوني فأشار إلى الدور الرئيسي الذي يلعبه كل من قطاع الأعمال والقطاع المالي في إحياء الاقتصاد اللبناني وفي نمو القطاع الخاص على وجه الخصوص.
علي حسن خليل على جداول مستحقات المستشفيات الحكومية عن الأشهر التي أنجزتها وزارة الصحة. كما الوزير خليل قام بتحويل المبالغ المخصصة لمتعاقدي التعليم المهني عن القسم الأخير من تلك المبالغ. عقدت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي التي يرأسها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان محمد كركي جمعية عمومية في بيروت، وتم خلالها الاجتماع أو تم خلال الاجتماع إقرار خطة عمل الجمعية للعامين 2019 و2020، كما تم انتخاب 7 أعضاء للمكتب التنفيذي للجمعية، وتم التجديد للبنان رئاسة ومقرا بعد أن انتخب المكتب التنفيذي للجمعية محمد كركي رئيسا للجمعية العربية للضمان الاجتماعي. في أوروبا توصل مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لحظر المواد البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة مثل الشفاطات وأكواب البوليسترين في دول الاتحاد بحلول عام 2021، وجاء ذلك مع مصادقة المسؤولين على إجراءات لخفض استخدام البلاستيك في محاولة للحد من القمامة التي تصل إلى البحار. واتفق مفوضون من البرلمان الأوروبي وممثلون عن الدول الأعضاء وعددها 28 دولة على قائمة تضم 10 منتجات بلاستيكية تستخدم مرة واحدة ولها بدائل متاحة ليتم حظرها. وتشمل هذه القائمة أعواد التنظيف القطنية وأدوات المائدة والأطباق البلاستيكية وملاعق تقليب المشروبات وعصي البالونات وأوعية الطعام المصنوعة من المادة المذكورة. وبالنسبة للمواد البلاستيكية الأخرى مثل أوعية الطعام والأكواب والأغطية، سينصب التركيز على الحد من استخدامها وتحديد التزامات تتعلق بالتخلص منها للمصنعين في بعض الحالات. وسيتعين أن يكون 30% على الأقل من المحتوى الداخل في صناعة أزجة البلاستيكية معاد تدويره بحلول عام 2030. ورحبت جماعة السلام الأخضر المدافع عن البيئة بهذه الإجراءات. هذا كل شيء في أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة. وإلى رياضة بعد الفاصل. وفيها مدرب يونايتد الجديد يسير بنصائح أليكس فيرغسون. أهلا بكم من جديد وإلى النشرة الرياضية مع عباس حسن. نادي مساء الخير. برز ليونيل ميسي نجم في الدوري الإسباني لكرة القدم على كل الأصعدة، ولكنه يخسر في سوق الانتقالات هذه السنة. كيف؟ خلينا نتابع سوا. يحتل ليونيل ميسي نجم برشلونة حتى هذه اللحظة قمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم، إلا أنه أصبح الخاسر الأكبر في الليغا. فمع اقتراب نافذة الانتقالات الشتوية يصدر موقع ترانسفير ماركت أحدث أسعار الانتقالات اللاعبين، وبالنسبة للاعبي الدوري الإسباني لكرة القدم ارتفع سعر الفرنسي لوكاس هيرنانديز مدافع أتلتيكو مدريد والذي يرغب بايرن ميونخ في التعاقد معه من 50 مليون إلى 60 مليون يورو. أما الألماني توني كروس لاعب وسط الريال فلم يتغير سعره وبقي كما هو 80 مليون يورو بحسب ما ذكرت صحيفة بيلد الألمانية. وقالت الصحيفة أنه بالنظر إلى قائمة السوق الإسبانية فإن البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة تبلغ قيمته حاليا 160 مليون يورو فقط، ما يعني أنه فقد من قيمته 20 مليون يورو مرة واحدة. وأوضحت أن السبب في ذلك هو تقدم سن النجم الأرجنتيني البالغ حاليا من العمر 31 سنة، وهيك بيكون ميسي أكبر خاسر في سوق الانتقالات الجديدة بين لاعبي الدوري الإسباني، وهذه هي المرة الثانية اللي بيهبط فيها سعر ميسي على الإطلاق والمرة الأولى منذ 10 سنوات، وكانت المرة الأولى يلي هبط فيها سعر ميسي في فبراير شباط عام 2008 عندما تراجع سعره آنذاك من 60 مليون إلى 55 مليون يورو. وبيت النجم الأرجنتيني الذي يعتبره كثيرون أفضل من لمس كرة القدم في المرتبة الثالثة الأغلى لاعب في العالم، بيحتل الفرنسي كيليان بابي المركز الأول عالميا بقيمة 200 مليون يورو، ثم البرازيلي نيمار في المركز الثاني وسعره 180 مليون يورو. لكن تراجع سعر ميسي لا يخفي أنه ما يزال في أوج تألقه، ففي 19 مباراة خاضها حتى هلأ سجل 20 هدف وصنع 12 وسجل 14 هدف في الليغا الإسبانية في 14 مباراة لعبة، وهيك بيكون البرغوث حتى هلأ هداف الدوري الإسباني لهذا الموسم. بعد تولي تدريب فريق مانشستر يونايتد خلفا للمدرب البرتغالي المقال جوزيه مورينيو، كشف سولسكاير بأنه يتلقى نصائح
من المدرب التاريخي أليكس فيرغسون. نفى السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي نبأ زواجه من فتاة تونسية والتخطيط لإقامة حفل زفافه بمدينة سوسة. وقال ماني عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بكل دهشة وفزع علمت بانتشار شائعة تفيد بزواجي في تونس، وتابع: أنا أكذب هذا الخبر جملة وتفصيلا، كل الأخبار التي تم نشرها في هذا الموضوع مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، وأتم أركز حاليا على عملي مع ليفربول. كما أوضح وأوضح للجميع بأن الوثائق التي يتم نشرها في موضوع الزواج لا تمثلني على الإطلاق. ولكن التقارير الصحفية قد كشفت أن ساديو ماني سيتزوج من فتاة تونسية مطلع الشهر المقبل، وسيقيم حفل زفافه بمدينة سوسة بحضور عدد من أبرز اللاعبين، وذلك على لسان حسين جنيح عضو بلدية سوسة. إذا مع الاعتذار، هذا كان خبر عن ساديو ماني اللي بيلعب مع ليفربول، واللي كان عم يمفي فيه خبر زواجه من إحدى التونسيات. حاليا رح نشوف ماذا يقول مدرب مانشستر يونايتد ومين بياخذ نصائحه، تحديدا بعد المؤتمر الصحفي الاول اللي عقده بعد تولي المهمه. ظهر أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد المؤقت في اول مؤتمر صحفي له بعد توليه مهمه تدريب الفريق. ونشر الموقع الرسمي لليونايتد تصريحات لسولشاير الذي اكد غياب المهاجم البلجيكي روميليو لوكاكو عن مواجهه كارديف سيتي نهار السبت في اطار الدوري الانجليزي الممتاز. وقال سولشاير: لوكاكو في راحه من التدريبات منذ يومين، لم اقابله حتى الان، غيابه عن مواجهه كارديف كان مقررا قبل وصولي، كما هو الحال مع أليكسيس سانشيز. وابرز المدرب النرويجي دور مساعديه مايكل كاريك وكيران ماكينا في اختيار التشكيل الأساسي لفريقه أمام كارديف نظرا لتواجدهم منذ بداية الموسم. وكشف سولشاير عن استعانته بنصائح مدربه السابق في مانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون قبل المباراة الأولى أمام كارديف، حيث اعتبره مستشار له في مهمته الجديدة، وفتح الباب أمام كافة اللاعبين في قائمة الفريق للمشاركة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى عزمه منح الفرصة للجميع خاصة مع كثرة المباريات في الأسابيع القليلة المقبلة. وتطرق للحديث عن تولي مهمة تدريب الشياطين الحمر، حيث قال: أتفهم رغبة العديد من المدربين في الحصول على هذه الفرصة، كما هو الحال معي، لهذا لم أفكر مرتين عندما تلقيت اتصالا من النادي. هذا كل شيء بالرياضة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. في الختام نذكركم بعناوين النشرة: الحريري يلتقي باسيل في بيت الوسط ويأمل في أن تتشكل الحكومة اليوم. بعد أعمال الحفر على الحدود، العدو يصب الإسمنت في مكان الأنفاق مقابل بوابة فاطمة. فرنسا: قرار ترامب خطير للغاية، وقوات سوريا الديمقراطية تطالب بحظر جوي في الشمال. وكان في الاقتصاد، أوروبا ستمنع البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة. وكان في الرياضة، ليونيل ميسي يخسر في سوق انتقالات الدوري الإسباني لكرة القدم. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء في السابعة والنصف.